صحيح. طيب احنا عندنا ماتشين، يعني دوري وبعد كده نهائي افريقيا، سريعا جدا عشان عايزين نمسك بقى الملف الافريقي اهم. مطلوب من الاهلي ايه بالظبط في المقاصه ومصر المقاصه يعني والمقاولون علشان نقدر نعدي بفوز ويعني نقاط كويسه، وفي نفس الوقت بقى نركز في الماتش الاساسي اللي هو بالنسبه لنا اهم للغايه يعني. لو نبدا مثلا بمباراه المقاولين، هلاقي في ضغوط على المقاولين وفي ضغوط على لاعبي النادي الاهلي، بس الضغوط والدوافع مختلفه. الدوافع عند الفرقتين، كل فرقه عايزه تكسب، لكن الضغوط على الاهلي ايه والضغوط على المقاولين ايه؟ لو نحلل، الضغوط على فريق النادي الاهلي ان هو عايز يستمر في الفوز وتكرار الفوز حتى يقلص النقاط ويقرب للبطوله المحببه اليه، دي هدف من الاهداف. هدف تاني انه يستمر في الفوز حتى يديله دافع لما يوصل لنهائي افريقيا، يبقى رايح بمعنويات عاليه وقادر ان هو يقدر يلعب على بطوله هو برضو محببه اليه. تركيز اكتر ان هو يفوز لانه عايز يثبت لنفسه ان غلطه لازالت اللي حصل في بيراميدز، احنا قلنا في العالم كله بيحصل، كانت يوم، كانت هفوه وحصلت ومرينا بيها، ما هوش خطأ واحد ولا خطأ اتنين لعيبة أو ثلاثة أو أربعة، خطأ جماعي فتسبب، وقلنا سببه إيه؟ إن هو الثقة، لا نقول الفرح أكتر من اللازم يخلي المخ ما يشتغلش، والمخ ما يشتغلش ينسى الواجبات الخطية والكلام اللي قلناه. دي دوافع النادي الأهلي. طب بيراميدز المقاولين عنده دوافع، عنده دوافع. المقاولين خسران آخر مباراة، وبالتالي وموقفه مهزوز في البطولة. عايز نمرة واحد يصلح نفسه في ترتيب الدوري، عايز يعوض المباراة السابقة له، عايز يلعب ضد النادي الأهلي، فعنده ثلاث دوافع مهمة جدا. صحيح. عايز يحسن موقفه ويعوض مباراته السابقة اللي هو خسرها ويحسن موقفه كده، وبعدين عايز ألعب ضد النادي الأهلي. وأكيد طموح إن هو يعني برضه يحاول. ما هو طموحي إن أنا ألعب ضد النادي الأهلي وان انا احقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، ده هدف كل واحد وهدف مشروع. اكيد طبعا الدوافع هنا وهنا لا يمكن هتتساوى. دوافع الاهلي لازم تعلى اكتر من دوافع المقاولين لانها دوافع خارجيه. وبالمناسبه على يعني لو وقفنا عند النقطه دي بالتحديد ولو للحظات يعني بعد اذن حضرتك، هو ايه اللي بيخلي اي فريق لما بيلاعب النادي الاهلي، حتى لو الفريق ده جاي من القاع، حتى لو الفريق ده يعني مع خبراته الكرويه على الضيق، القصير بيطول والرفيع بيدخل بيتحولوا، ايه اللي بيخلي اي فريق بيحاول يتغول قدام النادي الاهلي؟ سؤال وجيه ومحترم جدا. دي حاجه مش من وليده 2021، ده من مثل من سنوات سابقه طبعا. فبنقول ليه بقى؟ من يوم ما بقى فيه تلفزيون، فكل لاعب بيلعب ضد النادي الاهلي هو عارف، اللاعب الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي عارفه ان في 70 80 مليون بيتفرج النهارده. حتى تقول لي هو جمهور الاهلي 80 90 مليون، اقول لك لا، ممكن جمهور الاهلي زائد الفرق الثانيه اللي هي عايزه تتفرج على النادي الاهلي. في يعني في الفرحانين وفي الحاقدين وفي الشامتين، فكل الناس بتتفرج. اذا قاعده كبيره من المشاهدين هتشوف المباراه النهارده. اذا انا كلاعب امتى هذا العدد من الجمهور هيشوفني؟ صحيح. غير في مباراه النادي الاهلي، ولازم يشوفني كويس كمان، ابقى حلو يعني، غير في مباراه النادي الاهلي وممكن في مباراه الزمالك، لكن عاده في النادي الاهلي الكم الكبير هيبقى شايف. فالقاعده الكبيره من الجماهير بتشوف هذه المباراه. اللاعب ده اللي هو في فرق كده فتلاقيه رفيع بيتخن والقصير بيطول والبطيء بيبقى سريع والضعيف بيبقى قوي طبعًا. كل ده جميل ليه؟ لان النهارده هو يوم العرض الكبير على يوم المعرض. ايه المعرض ده؟ طبعًا. ان انا عايز في الاحتراف، في عصر الاحتراف ازود سعري. فانا هزود سعري ازاي؟ ده غير الدوافع ان المدرب يقول له اكسب او العب او ادي. أنا كلاعب بيني وبين نفسي بقى حاجة داخلية، ودي بتخلي اللاعب يطلع نقول إيه؟ أقصى ما عنده. الطاقة الذاتية الكامنة بتطلع بدون دوافع مدرب، لأن أنا عايز أثبت للناس
او عايز اثبت لمدربي او عايز اثبت للسوق ان انا لاعب كويس، ممكن تشتروني وممكن سعري يزيد ممكن كده. فالدوافع كتيره قوي، فمش هلاقي فرصه غير فرصه النادي الاهلي. دي المعرض النهارده، دي الفاترينه بتاعت المحل النهارده ان هو يعملها.